السلام عليكم المشاهدين. اليوم غادي نهضروا على حنان. حنان اخر فيديو بانت فيه عيانه مسكينه ومسخسخه بعد هذاك الفيديو اللي دارت واعترفت كاع داكشي اللي كانت خازنه في قلبها. بانت لينا السيده عيانه مسكينه بكثره المشاكل والضغط وخايفه بزاف من المحكمه وخايفه بزاف من التهديد وبالسجن، وعارفين اي واحد يكون خايف ومتابعو شي قضيه كيكون دائما مخلوع ودائما قلبه مهانيش. هادشي اللي بان لينا في الصوره ديالها اخر فيديو ظهرت فيه حنان. حنان تهضرات تاع على صحتها وهضرات تاع على امتى بدات كتغلط وامتى ولات في هاد السمنه هادي، حيت هاد السمنه اللي عند حنان راه ماشي سببها الماكله ولا سببها المشاكل ولا سببها شي حاجه، حيت هاد السمنه اللي عند حنان سببها هما الهرمونات. حنان قالت مني وصلت 16 عام الهرمونات ديالي ولاو كيتزادوا بشكل غير طبيعي في هاد الحاله هادي، وبزاف الناس كيكونوا بحال هكا بحال حنان، ماشي الماكله هي سببهم، تيكونوا الهرمونات عندهم كيتزادوا اكثر وكيخليوهم كيغلاضوا اكثر من القياس. كاين اللي دابا ضعيف وكياكل اكثر من هذاك الانسان اللي كتشوفيه غليظ ومنفوخ بزاف. حنان قالت انا في الاول كنت عاديه، ملي وصلت 16 عام بدات الهرمونات عندي كطلع وبديت كنتنفخ بحال هكا. الماكله راه بعض المرات ما كنفطرش وبعض المرات ما كنتغداش، ولكن انا كنتزاد بحال هكا بالليل وبالنهار. حنان كتعطي هاد المعلومات على حياتها، ونتمنى المحسنين يشوفوا فيها بعين الرحمه وشي محسن يتكلف بها ويدير لها مسكينه الشفط، حيت هاد الحالات ديال حنان بزاف شفناهم. في الاول كيكونوا غلط منها وكينجحوا وكيوليو عندهم فورمه مزيانه وعندهم رشاقه مزيانه. نتمنوا تكون شي اذن صاغيه لشي طبيب ولا شي محسن يتكلف بها ويحيدها مسكينه من هاد الهم ديال هاد السمنه هادي اللي راه هو مرض. وهذا المرض هذا ديال السمنه راه مأثر عليها حتى في الصحه ديالها، ومأثر عليها في النفسيه ديالها، ومأثر عليها في الضيق التنفس وبزاف ديال المشاكل. نتمنى شي واحد يتحرك وينقذ هذه الانسانه هذه. هي دابا كتخيل راسها غادي تدخل للسجن وكتخيل راسها صافي ضاعات وكتخيل بزاف وكتخاف، ولات باغا غير تخوي سيدي عدي مابقاش باغا تبقى فيه. مسكينة عندها بزاف ديال الضغوطات. نتمنى الناس يساعدوها، وحتى الناس في الكومونتيرات كيطالبوا بهاد الشي هذا وكيقولوا باش الناس زعما يتعاونوا معاها ويديروا لها شي عملية ديال الشفط باش مسكينة ترتاح من هذيك السمنة اللي فيها. ونتمنوا لها خلادك غير الخير هذيك الإنسانة، وكنقولوا لها ربي معك ومع السلامة. فيديو آخر.